السلام عليكم خوتي اخواتي، لاباس عليكم؟ صحه لاباس ان شاء الله تكونوا دائما بخير. يا بسم الله توكلنا على الله. ندهنوا بالزيت البلديه، هذه الزيت البلديه كنضحك معكم. الزيت البلديه اللي كان ندهن بها الخبز ناكلو، غادي نبقى ندهن بها السيليكون والقفص. هنا الزيت ساعات نديرو نعمرو بالقفص. العجنه ديال باش كتصطافي اللي كتكون صحيحه، ماشي بحال اللي كتخدم بها الطريح اللي كنقشو عليها، اللي كتكون صحيحه عادي. هز القفص ولوحو هاكا ماشي مشكل. زيت دير الماء طايب، القفص حتى هو سخون. فاش كديرو مع الماء ماشي راه كيحرق. نستنى شويه يشرب. خليوه هكا تقريبا واحد شويه تا يشرب الماء مزيان، كيجي ساهل في التخلاط حتى ما يبقاش فيه هكا الغبره. هكا ها هو شرب. دابا كنخلط ترى طيب الماء. وين 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 عرفتي طايب هاد القفص جديد اول مرة نشوف هاد الماركة. هادي لي كنخدمو بيه على شكل لي تقيلة. مازال هادي لو بغيتي تزيدها تزيدها. دابا نعمرو داك القفص. كندير الوانا لا من هنا ولا من هنا، السيليكون ثقيل يعني صحيح. دابا المشكل هذا اللي كيصايبو هنا الكباريات السيليكون ماشي بحال حنايا في المغرب. كيعمرو كامل في السيليكون. حنا لا اقتصاديين اقتصاديين وداكشي متقوم. دابا هذا الا بغيت تهزو هكايا ولا صايبتي لي الكباري ديالو خاصك الهوندا. المغرب لا كتكون فيه جوج سنتيم السيليكون كامل هنا هنا. دابا هذا شوف شحال فيه ديال لا شارج، كله حتى لتحت. هنا عاوتاني شوف هنا عاد خلي لتحت، وهاد البلاصة هادي راه كلها السيليكون عامرة. شوف هنايا حتى لتحت تقريبا 10 سنتيم بلا شارج، كلها السيليكون.
شوية ديال الزعاب. اخويا عباني، عقلتي على داك خينا اللي كنا خدامين عنده في التمارة، في مسيرة واحد في مسيرة جوج. يجي كيقول لك كتر الزغب كتر الزغب، بلاك بلاك راه ضعيفة. يبي شوية أكل، أنا ما بانش ليا حيت ما نقدرش نشوف. انتوما جالسين في البلاكة تشوفوا. صافي كندوزو المنشار ديالنا، نخليه واحد ثلث ساعة. السلام عليكم. ها هو نشف، نحيدو من القلب. اسمحوا لي من الزعزع ديال الضبة. عرفتي راه طايب. نلاقيه مثلا إذا كانت عندنا السارية كاملة. كنقطعو له هاد شوية هنا، إذا كانت نقطعو باش كيتلاقى هذا مع هذا. تبارك الله عليكم. دابا غادي كنجيبو كنحطو في النص بلاكس، هنا 5 سنتيم هنايا 5 سنتيم هنايا، وكنحطو من هاد البلاكة 5 سنتيم. اوكي، نديرو الكاميرا هنايا ميزان، مسمار في الحيط، السلك مسمار السلك. يعني دابا هدا غير هاد المسمار هدا ميعاودش يتحرك. وغنديرو الخلاص ديالنا ونمشيو. هذا سميتو بولوشون. نديرو مع المسمار مع السك. لو مشات غير نشف صافي، هو يتحيدو غير يهرسو. الدورة تكون سريعة على حساب هاد الدورة هادي، نازلة ونص. وهنا غتكون فيه واحد الحركة واحد القوس، هو لي باز. هادي الباكيت اللي كان ياش ممكنش نخليو، ممكنش نخليو التاج هاكا بوحدي في تسلك هاد القراية، ما عاديش ضروري خصنا نديرولو هاد الباكيت هادا. باش نزيد نكبر باش يعطيونا اللي هي هادي. غنديرو ليها
أهلا سالي، باقي خاصو غير السارية ديالو هنايا وين نازلة والقاعدة ديالو الصباط ديالو، ما تكون من هاديك نيت الباقيت أو تكون شي حاجة أخرى. هذا أخر يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم.